الذي يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. الآن نحن الآن في خير الذي يحزن ويبكي أهل القبور، أحدهم يتمنى يرجع ليقول لا إله إلا الله. أهل القبور الآن يتمنى واحد يرجع ليصلي ركعتين. أهل القبور شاهدوا الحقيقة لكن ما يقدر يعمل، خلاص أيديه كفة، مفتوح له نافذة إلى عمله. القبر إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة. أما نحن الآن لازلنا في الدنيا فنفتح صفحة جديدة، ولا زالت عندنا عقولنا وأسماعنا وأبصارنا، فلنستعمل موارد العلم لشكر ربنا. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أعطانا موارد العلم لنشكر الله. أول شيء نتوب، نتوب من الذنوب، والتوبة معروفة. ثاني شيء ندعو لمن لهم حقوق علينا، عشان يوم القيامة إذا جاء يطالبك فإذا هو أنت دعوت له دعاء كثير رصيد يأخذ منه حقه ولا يأخذ من حسناتك. ثالث شيء نجتهد في الدعاء.